حقيقة التيار الصدري هو بطل المرحلة المقبلة، لم ينسحب وسوف يكون حاضرا بكل قوة. التيار الصدري قيل عنه بأنه انسحب وارتكب خطأ شديدا بالانسحاب، بالحقيقة لم يرتكب خطأ، بل هي عملية تكتيكية واستراتيجية صح التعبير. هو يعرف كيف يدير اللعبة السياسية، وحقيقة أنا بتقديري الشخصي كمراقب الساحة السياسية العراقية أرى التيار الصدري وزعيم التيار الصدري السيد الصدر يمتلك ذكاء سياسيا قد فاق على جميع الكتل والأحزاب السياسية الأخرى. خبصونا في ما يقول العراقي واللعبة بينا، خبصونا وتيار الصدري ارتكب خطأ تكتيكي وفشل. لا يا سيدي الكريم، التيار الصدري كل ما في الأمر أراد أن يعطي فرصة لأشقائه في الإطار التنسيقي بأن يجرب حظه في قيادة الدولة. وكما يبدو أن السيد السوداني الرجل هو كان عازما على أن يقود الدولة بشكل حقيقي وفعلي، ولكن كما يبدو هناك من أخذ يضع العصي في دولاب حكومة السيد السوداني، وما زال السيد السوداني يعاني المشاكل بتقديري الشخصي. إذا ما تم إجراء انتخابات أخرى أعتقد التيار الصدري سوف يستعين بالسيد السوداني كرئيس الحكومة المقبلة، وأعتقد سوف يدعمه بقوة وسوف ينجح بقوة شديدة. لأن حقيقة عندما نرى اليوم المماطلات والمساجلات حول أقرار الموازنة وهذه الأمور الصغيرة جدا، أنا هكذا أراها، يعني كافي هذه المساجلات وكافي هذه الأمور. فكروا شوية بحالة الشعب، فكروا شوية بالمجتمع العراقي، إلى متى يبقى الشعب العراقي يدفع ثمن في صحته وثمن حياته الاقتصادية وأموره المادية حتى تربح جيوب الأحزاب الأخرى؟ يا سيدي الكريم، الأمور كما يبدو قد خرجت من الأطار، لا أقصد الأطار التنسيقي بل الأطار العام للدولة العراقية، الأطار الشعبي. وبالتالي أعتقد يا سيدي الكريم أنا لا أرى إطلاقا خروج التيار الصدري من العملية السياسية المقبلة، بل أجده بطلا، وبطلا سوف يكون وحيدا دون منافس. نعم.